بداية، ما الذي يؤخر إعادة سيطرة قوات قصد على السجن؟ مرحبا بك وبسادة المشاهدين. هذا السؤال طرحناه على قيادات في قوات سوريا الديمقراطية مرارا، كانت الإجابة بأنهم يحاولون عبر تكتيكهم العسكري دفع عناصر داعش إلى الاستسلام، ويحاولون تفادي وقوع المزيد من الأرواح في هذه المعركة، لا سيما مع وجود حوالي 850 ممن يمكن تسميتهم بأشبال الخلافة، أي عناصر داعش القصة ممن هم دون سن 18. اليوم وفي تطور لافت، هناك حتى الآن مهلة تم تقديمها من قوات سوريا الديمقراطية لمسلحي داعش للاستسلام، وأيضا للسماح بخروج نحو 850 من القُصّر من هذا السجن. هذه المهلة بقي عليها حوالي 25 دقيقة قبل أن تنتهي، لذلك كانت الاشتباكات في الساعات الثلاث الماضية شبه متوقفة، لكنها كانت يعني الأصوات جمعة. ماذا بعد انتهاء المهلة؟ ماذا سيحدث؟ وفق التطورات على الأرض، لا تزال مروحيات التحالف الدولي تحلق في الأجواء، إضافة إلى طائرات F-16 تراقب موقف مسلحي داعش كيف سيكون قبل أن تبدأ المعركة من جديد بنفس الطريقة ونفس الوتيرة التي كانت عليها خلال الأيام الأربعة الماضية. كنت قد قلت سابقا عند وجودنا على أسوار سجن غويران بأن قصد ستتجه إلى إعطاء مهل وهدن، لأن التكتيك العسكري كان واضح، لا يستخدمون السلاح الثقيل لاستهداف المباني الأساسية التي يتركز فيها السجناء، عددهم 3000 سجين. كان التقدم بطيء ويتم استخدام الأسلحة الخفيفة والقناصة لاستهداف مسلحي داعش الذين يعني خرجوا من المباني الأساسية للسجن باتجاه مباني كان التحالف الدولي قد قصفها سابقا، بمعنى حتى الآن داعش يستميت في الدفاع عن المباني التي سيطر عليها داخل السجن، وخلال أيضا متابعتنا للمنصات الرقمية لداعش لا يوجد حتى الآن أي موقف من مسلحي داعش سوى إخراج هؤلاء القُصّر أو الاستسلام. سؤال أخير يتعلق بموضوع القناصة، إلى أي مدى يمثل أيضا مشكلة بالنسبة لتقدم قوات قصد لتحرير السجن؟ يعني مشكلة القناصة في هذه المعارك التي يمكن أن أسميها بحرب الشوارع كبيرة لجهة قسد، سيما وأن المسافات الفاصلة بين الطرفين قليلة، في بعض المواقع قد لا تكون أكثر من 100 متر أو حتى 70 متر، وبالتالي يكون التحرك بطيء باتجاه السجن. نحن نتحدث إبراهيم عن مساحة 1 كيلومتر مربع تقريبا بقيت تحت سيطرة مسلحي داعش، يعني نحن نتحدث عن كثافة كبيرة سواء من حيث عدد السجناء 3000 أو من حيث وجود قُصّر عددهم حوالي 850. يبدو أن هناك تعليمات من قسد والتحالف بدفع عناصر داعش للاستسلام ويعني المحافظة على الأقل على أرواح السجناء. يبدو أنه هذا هو الخيار الذي سنتابع معك خلال الساعات القادمة تطورات المشهد في الحسكة. أنا أشكرك مراسل العربية جمعة كاش، كنت معنا من محيط سجن غويران.